بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا الحلوين في سنيور 1، يا رب تكونوا بخير. I hope ان انتوا تكونوا خلصتوا الريفيجنز اللي انا كنت مديها لكم، يعني عشان تكون ريدي ان انت تحل معايا اكزامز. النهارده ان شاء الله هنبدأ اول اكزام نحله مع بعض. تعال نشوف الوضع ماشي ازاي. مبدئيا الاكزامز اللي انا هحلها مع حضرتك هي اسئله اللي موجوده في يعني الموجود شويه في كتاب المدرسه، موجود فكر تقيله في كتاب المعاصر، وموجوده في اكتر من كتاب. فحاول بقدر الامكان ان حضرتك تركز على الكلام ده كويس. طبعا هنحاول بقدر الامكان نحل اكبر كم من الاكزامينيشنز، بس طبعا يعني ايه الموضوع مش بسيط ان انا اعمل لحضرتك فيديو زي ده. فحاول بقدر الامكان تستغل الفرصه، ولو في حاجه وقفت معاك نبدا نتناقش مع بعض فيها. انا حلل لك كل المالتيبل تشويس في ستيبس، حاول الدنيا تبقى مفيده بالنسبه لك، وبالتوفيق ان شاء الله. اول سؤال عندي بيقول لي تشو ذا كوركت انسر. بيقول لي if a b vector equals 3i plus 3j و b c equals equals j، عايز اجيب النورم بتاع a c. طبعا ده سؤال رزل شويه، يعني راجل دخل اكتر من حاجه في بعض. من المفترض ان انت عارف هو عايز النورم اي سي، فتجيب له اي سي الاول. طب ما هو الاي سي ده عباره عن اي بي، تمام، بلس بي سي. يعني انا عندي اي بي عباره عن 3 اي بلس 3 جي، وبي سي عباره عن جي، والاي سي اللي انا عايزه ده عباره عن ايه؟ قال لي ده ايه؟ عباره عن اي بي فيكتور بلس بي سي فيكتور تديني اي سي فيكتور، صح كده؟ تمام. يبقى انا هعمل الاي بي بلس البي سي، يعني 3 اي بلس 3 جي هعملها بلس مع الجي. طبعا الجي هنا يعني ما فيش اي، ها، يعني الاي بزيرو، فتنزل 3 اي زي ما هي، و3 جي بلس جي هيديني 4 جي. يبقى انت دلوقتي معاك الفاندمنتال يونت فيكتورز او الفورم بتاعت الالجبريك فورم بتاعت الاي سي. تقدر تجيب النورم بتاعها عن طريق سكوير روت اوف 3 باور 2 بلس 4 باور 2 سكوير روت اوف 3 باور 2 بلس 4 باور 2، يطلع الانسر بتاعتك 5 يونت لينث، وكده المالتيبل تشويس دي هو الانسر. طيب نمبر 2 بيقول لي عندي سايكلست كفرد 5 مترز from a fixed point O due to north then 12 meters due to east. يعني مشى north 5 meters، بعد كده مشى ناحية الايست 12 meters. طيب كلام جميل، انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز التوتال ديستانس، توتال ديستانس كفرد. ده سؤال سهل، تمام. توتال ديستانس كفرد يعني حضرتك عايز ال 5 بلس 12. طب افرض طلب منك عايز الديسبيسمنت، عايز الديسبيسمنت يعني الديستنس ما بين الستارت بوينت والاندنج بوينت اللي هو هيبقى هايبوتنس في الترينجل، وتجيبه بقى عن طريق هايبوتنس. انما هنا هقول له 5 بلس 12 ايكوالز كام؟ 17. يبقى كده جبت التوتال ديستنس. اوكي. نمبر 3. If the matrix 1 و x 2 و negative 1 و x y و 5 equals another matrix 1 و negative 3 و 2 و negative 1 و negative 15 و 5. طبعا تعال نراجع مع بعض كده. Whenever we have two matrices are equal, it means that the corresponding elements are equal. يعني حضرتك لما تيجي تشتغل هنا هتيجي تقول لي يبقى ال x equals negative 3. اوكي؟ وال x y equals negative 15. زي الفل. اهو يلا بينا، تو ماتريسيز اهو بالمنظر ده، 1 و x و 2 و negative 1 و x y و 5، والماتريكس الثانيه negative 1 سوري هي مش negative 1، هي هنا 1، تمام. جميل، هي هنا 1 يا جماعه. اوكي، هي مكتوبه عندك يعني كده كده. فمن المفترض ان حضرتك هتيجي تقول لي بقى اساوي ده بده، اهو الاكس ايكوالز نيجاتيف 3 واكس واي ايكوالز نيجاتيف 15. حل ايكويشن تطلع الواي ايكوالز 5، يبقى البوينت بتاعتي نيجاتيف 3 وكام؟ نيجاتيف 3 و5. نيجاتيف 3 و5 هي مالتيبل تشويس ايه. طيب تعال نشوف السؤال نمبر 4. السؤال نمبر 4 من الاسئله
رزله شويه موجوده عندك، بس انا هدي لك ريمارك تخليك تحل نمبر 4 بعينك. لو انا عندي تو فورسز ار بيربنديكولار بالمنظر ده F1 وF2، والراجل مديني ماجنتيود F1 وماجنتيود F2 وعايز الريزلتنت بتاعهم، قال لي بمنتهى البساطه عندي رول تقدر تجيب الريزلتنت لو التو فورسز ار بيربنديكولار. انا كاتبها لك هنا في ريمارك اهي، ريمارك. لو انا عندي F1 بيربنديكولار ل F2 to find the resultant، يبقى resultant عبارة عن F1 power 2 plus F2 power 2 تحت ال square root. تاني resultant equal square root of F1 power 2 plus F2 power 2. تاني resultant equal F1 power 2 plus F2 power 2 تحت ال square root، يبقى square root of F1 power 2 plus F2 power 2. انت عارف الرول دي؟ ده خلي بالك ده في حالة ايه؟ في حالة ايه؟ في حالة ايه؟ ان F1 perpendicular على F2. شكرا، خلاص المسألة خلصت. square root of 6 power 2 plus 4 power 2، طلع الانسر بالكالكليتر هتطلع 2 root 13. خلي بالك من الفكرة دي عشان تعتبر جديدة عليك. 2 root كام؟ 13. اوكي. طيب يلا بينا نشوف example number 5. بيقول لي in the opposite figure D is a midpoint of BC و E is a midpoint of AD then AD sorry AB plus AC. طيب بص كده، AB plus AC كان في الفيكتورز عندي، ان انا لو عندي AB plus AC وعندي median AD يبقى AB plus AC equals double mean double ال AD، تمام؟ ودي هتلاقيها موجودة عندك في مالتيبل تشويز على طول. طبعا مش معنى ان الراجل يجيب لي رسمة فيها اكتر من ميديان واكتر من بوينت يعني معنى كده، لا، هو بيجيبها لك نوع من انواع الايه؟ التشتيت مش اكتر. فالانسر موجود على طول من اول ستيب، مش محتاج ان حضرتك تعمل حاجة يعني. سؤال الفيجن والديبريشن بيقول لي from the top of a lighthouse 80 meters high. اوكي. The measure of the angle of depression of affected target 80 degrees. يعني انا من فوق است ديبريشن انجل كانت 80 اهو، من فوق كده است ديبريشن انجل، يبقى الريل طالع من هنا رايح للبوينت سي، والهوريزونتال دي انجل كام؟ انجل 80. عايز ايه انت؟ قال لي الديستنس بتوين افكتد تارجت اند ذا توب اوف ذا لايت هاوس. يعني انا لو هسمي البوينت دي اي وبي وسي، طبعا هنا 80 هتنزل هنا 80 الترنيت انجلز، تمام؟ انا عندي هنا A و B و C، يبقى ال AC هنا equals A. انا معايا opposite للانجل 80 و hypotenuse، يبقى هستخدم الساين، يبقى sin 80 equals opposite over hypotenuse، يعني 80 over AC. I want to find AC، يبقى AC equals 80 over sin 80. 80 over sin 80، يبقى بمنتهى البساطة هتطلع الانسر بتاعتك 81 بالكالكليتر degrees. سؤال نمبر 7، طبعا اتكلمنا فيه كتير جدا في الريفيجن وغنى في الترايل اكزام، ان هو يديني فيكتور A وفيكتور B ويقول لي they are parallel. خلاص بقى يا جماعه شبعنا منها، تمام؟ يبقى الراجل بيقول لي عشان اقدر اجيب الفاليو اوف K، يبقى y1 over x1 equals y2 over x2، وحاله البربنديكولر يبقى y1 over x1 times y2 over x2 equals negative 1. خلي بالك من الحالتين. يبقى في الحالة دي هقول له k plus 3 over k in case of vector a parallel to vector b، يبقى k plus 3 over k equals 5k minus 3 over 2k. طبعا for simplify مبدئيا ال k صعب جدا ان هي تبقى بزيرو، فانا ممكن اكنسل ال k مع ال k، يبقى ال k دي can't be zero. انت عارف لو ال k في احتمالية ان هي تبقى بزيرو، تمام؟ يبقى معنى كده الكلام ده مش مظبوط، هيبقى معنى كده ان التو فيكتورز كولينير مش بارلل، فاهمني؟ فاضيع الكي مع الكي عشان يبقى الموضوع بتاع الايكويشن سمبليفايد، واعمل كروس مالتيبيكيشن، يبقى 2k plus 6 equals 5k minus 3، جمع الكيهات على شمالك وجمع النمبرز على يمينك بالترانسفير، يبقى negative 3k equals negative 9، يبقى الكي بكام؟ الكي equals 3. اوكي تمام. في نمبر 8 مديني الفيكتور A، برضه السؤال ده جالنا شبهه في الترايل،
الفيكتور A equals 5 و 2 والفيكتور B equals 2 و 5 والفيكتور C عبارة عن A minus B. طب انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز C بس عايزها في البولر، يعني مش عايز C وبس، يعني في الترايل جالك قالك انا عايز C بس، فهتعمل الA minus B وتطلع الانسر بتاعتك. هنا عايز الC بس في البولر فور، هتعمل الA minus B يعني 5 و 2 minus 2 و 5 equals 3 و negative 3. طيب تعال فكرني بقى مستر، بجيب البولر ازاي؟ قال لي step number 1 بجيب النورم، step number 2 بجيب الثيتا. طيب بجيب النورم ازاي؟ النورم بتاع الفيكتور سي عباره عن square root of 3 squared plus negative 3 squared. الانسر ايكوالز كام؟ هتطلع 3 root 2 يونت لينث. طيب اجيب الثيتا ازاي؟ واي على اكس مع مراعاه الكوادرنت negative 3 over 3. طيب تعال نشوف الكواد اللي الواي بالنيجاتيف والاكس بالبوزيتيف. الواي بالنيجاتيف والاكس بالبوزيتيف ده في الفورث كوادرنت، في الفورث كواد اللي هو هيبقى 360 ماينس. تمام حددت الكوادرنت اهو ده كده في الفورث كواد اللي هو 360 ماينس. وبعد كده هقول لنفسي ايه بقى؟ هعمل شيفت 10 من غير ما احط النيجاتيف على الكالكوليتر. تمام شيفت 10 1 ايكوالز 45، يبقى اقول له 360 ماينس 45 ايكوالز كام؟ 315، واحولها الراد هتبقى 7 باي اوفر 4. تمام جميل، يبقى انا كده ايه معايا نورم معايا انجل، يبقى اقدر اقول له 3 root 2 اوكي و7 باي اوفر 4. شكرا كده انا جبت البولر فورم، يبقى المالتيبل تشويس بتاعي هو دي. سؤال نمبر 9 بيقول لي find the value of a which makes this determinant equal to 0. قال لي طيب فك الديترمينانت وسويها ب 0. تعالى فكرني يا مستر بفك الديترمنت ازاي؟ كنت بفك الديترمنت عن طريق استخدام اي رو او اي كولوم، ويفضل استخدام الرو او الكولوم اللي هو يحتوي على اكبر عدد من الزيروز. هنا مفيش، فهستخدم الرو الاول عادي جدا، هبروز الرو الاول دي ستيب نمبر 1. ستيب نمبر 2 ابدا احط الساينز بتاعتي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، وابدا افك بقى واحده واحده. هقول 1 times the determinant of 1 ان انا هشطب الكولوم والرو هيبقى a و1 و4 و negative 2 minus 2 times determinant هشطب الكولوم ثم الرو اللي هو 3 و1 و negative 1 و negative 2 minus 1 times determinant اللي هي 3 و a و negative 1 و 4 واساويه بكام؟ ب 0. يلا بينا بقى بالراحه كده افك بالراحه، هيبقى negative 2 a minus 4، طبعا هعمل a times negative 2 minus 1 times 4، بعد كده negative 2 times negative 6 minus minus 1. تمام minus 1 times فك الديترمنت هنا هيبقى 12 plus a. طيب يلا بينا، يبقى negative 2a minus 4 plus negative 2a، ايوه هوزع هعمل ديستريبيوت هنا، طبعا negative 6 plus 1 equals negative 5 times 2 ب 10. فاينالي هوصل لنيجاتيف 3a minus 6 ب 0، يبقى الa بكام؟ بنيجاتيف 2. حل ايكويشن بسيط جدا، تطلع الa بتاعتي بنيجاتيف 2. سؤال نمبر 10 بيقول لي the matrix a equal 2 و 3 و negative 1 و 4 و negative 7 و 6، يبقى 2 times a transpose هتعمل 2 times الترانسبوز بتاع الA، هتاخد الترانسبوز طبعا عارف تجيبه ازاي، طبعا هاخد الرو هكتبه كولوم، يعني هاخد الرو الاول 2 نيجاتيف 3 1 هكتبه فيرست كولوم 2 و 3 و نيجاتيف 1، وال 4 و نيجاتيف 7 و 6 هكتبها كولوم 4 و نيجاتيف 7 و 6 هتايمز طبعا باي 2، هيبقى الانسر بتاعتي 4 و 8 6 و نيجاتيف 14 و نيجاتيف 2 كام و 12 اللي هو المالتيبل تشويس سي. تمام في نمبر 11 مديني الA في صورة 5 و 5y over 6، طبعا دي بولر فورم عايزها بالفاندمنتال. انت مديني بولر وعايز فاندمنتال، سهلة فاندمنتال يعني الفيكتورز يعني الاكس والواي اللي هي الاي والجي. هقول والله اللي انا اعرفه ان الاكس ايكوالز نورم كوساين ثيتا والواي ايكوال نورم ساين ثيتا، يبقى بمنتهى البساطة هقول له الاكس عبارة عن 5 كوساين 5y over 6 وال y equals 5 sin
5 باي اوفر 6 واطلع الانسر بتاعتي. يبقى الاكس عباره عن نيجاتيف 5 روت 3 والواي ايكوالز نيجاتيف 5 روت 3 اوفر 2 سوري والواي ايكوالز 5 اوفر 2. يبقى معنى كده الفاندمنتال يونت فيكتورز عباره عن نيجاتيف 5 روت 3 اوفر 2 اي بلس 5 اوفر 2 جي اللي هو المالتيبل تشويز مين سي. تمام، يعني انا حاولتها طبعا من كارتيزيان لفاندمنتال سهله جدا، يعني من كارتيزيان لفاندمنتال جاست ان انا بزود الاي والجي، فانا هنا جبت الكارتيزيان وحولت من كارتيزيان لايه؟ لفاندمنتال على طول. كلام جميل. في نمبر 12 بيقول لي the simplest form of the expression sin x cosine x tan x plus sin x cosine x cotan x over sin x sec x. قال لي يلا بالراحه كده، هقول sin x cosine x وتان اكس هفكها ساين على كوزاين بلس ساين اكس كوزاين اكس والكوتان هفكها كوزاين على ساين كوزاين اكس على ساين اكس اوفر ساين اكس في سك اكس اللي هي عباره عن ساين اكس تايمز 1 اوفر كوزاين اكس. هضيع الكوزاين مع الكوزاين وهضيع هنا الساين مع الساين، هيتبقى ساين تو ذا باور 2 اكس plus cosine to the power 2x over sin x على cosine x sin x على cosine x. طبعا النيوميريتور عندي هنا هيبقى 1 والدينومينيتور هيبقى tan x، وانا على tan x اللي هي كوتان مقلوب التان، يبقى انا هختار multiple choice A. thirteen find the value of x satisfying that 5 sin x equals 12 cosine x. طيب هقول له 5 sin x equals 12 cosine x، هعمل الايكويشن كلها divided by cosine مع الاعتبار ان cosine x ما بتساويش 0 where cosine x not equal to 0. تمام يلا بينا. يبقى لما اقول له 5 sin x على cosine x equals 12 cosine x على cosine x، يعني 5 tan x equals 12. ودي 5 divided يبقى tan x equals 12 على 5. هعمل shift tan 12 على 5. shift tan 12 على 5. طبعا خد بالك ان الانجل بتاعتي في الفيرست كواد والثيرد كواد، والثيرد كواد ريجكتد لان هو قال لي من 0 الباي، يعني انا بلعب في الاولى والثانيه بس فيرست كواد وسكند كواد بس. يبقى the measure of the angle x equals 67 degrees 22 minutes 48 seconds اللي هو multiple choice D. في نمبر 14 AE is a median of the triangle ABC where M is a centroid of the triangle. طبعا يا جماعه كلمه centroid دي يعني the point of intersection of the medians. الcentroid هي هي the point of intersection of the medians اللي هي divide the median into the ratio 1 to 2 from the base. واحده واحده. A B C وال A E هنا median وال M هي الcentroid وال coordinates بتاعتها 7 و 8. وعطاني الكوردينيتس بتاعت A اللي هي 5 و4 والراجل عايز AE. طبعا عشان اجيب ال AE لازم يبقى عندي ال E. طيب طب ما انا كده عندي المفروض ان البوينت M ديفايد AE internally by the ratio 2 to 1. قال لي اه ودي معلومه المفروض حضرتك تبقى عارفها ان البوينت اوف سنترويد ديفايد the median into the ratio 1 to 2 from the base و 2 to 1 from the A from the vertex. يبقى بمنتهى البساطه هسمي ده R1، الـ A دي هسميها R1، وساعتها الـ M2 equals 2، division of a line segment يا جماعة، والـ E هسميها R2، يبقى R2 هي R2، و M1 ب1، يبقى ده هنا الـ A R1، والـ E R2، والـ M2 equals 2، والـ M1 equals كام؟ equals 1، ساعتها هقول له إيه؟ R equals M1 R1 plus M2 R2 over M1 plus M2. يبقى ال R equals M1 ب1 في R1 اللي هي 7 و 8، هي ال R R أصلا عموما اللي هي 7 و 8 سوري،
M1 ب1 في R1 اللي هي 5 في 4 plus M2 ب2 في R2 over M1 plus M2 اللي هي 3 بي ديفايدد هاديها بالتايمز يبقى 21 و24 equals 5 و4 plus 2R2 هاخد ال 5 وال 4 اوديها هناك بالماينس يبقى 2R2 equals 16 و20 يبقى R2 equals كام 8 و10 يبقى انا جبت R2 اللي هي مين R2 بقى اللي هي الاي يبقى الاي بتاعتي بكام ب 8 و10 تمام 8 و10 يبقى ساعتها حضرتك تقدر تجيب بقى على طول ها تجيب لي الاي الاي تمام عباره عن اي فيكتور عباره عن اي ماينس اي اللي هي 8 و10 8 و10 ماينس 5 و4 هتبقى 8 و10 ماينس 5 و4 8 ماينس 5 هتبقى 3 و10 ماينس 4 ايكوال 6 يبقى 3 و6 اللي هي المالتيبل تشويس سي تمام يا شباب يبقى انا جبت الاي والاي انت بقى احسب اي اي عباره عن اي ماينس اي تمام الاي ب 8 و10 اهي 8 و10 اعملها ماينس الاي اللي هي 5 و4 هتطلع الانسر 3 و6 طيب تعال نشوف السؤال نمبر 15 بيقول لي انا عندي determinant a و b و c و d equals 5 و d minus c equals 7 اوكي then a plus 2 b plus 2 c d equals كام step number 1 تعال نفك الديترمنت الاول اللي هي الايكوال 5 دي تمام قبل ما نبدا نعمل اي حاجه فاقول له والله a times d minus b times c equals 5 اوكي a times d يعني a d minus b c equals 5 a d minus b c equals 5 وبروزها وعندي دي ماينس سي ايكوال 7 وبروزها انت عايز ايه بقى قال لي I want to find the value of the determinant a plus 2 b plus 2 و c و d يلا بينا هعمل هفك الديترمنت a plus 2 times d ب a d plus 2 d minus b plus 2 times c هيبقى b c plus 2 c هيبقى a d plus 2 d هوزع النيجاتيف يبقى نيجاتيف b c نيجاتيف 2 c هاخد ال a plus d minus سوري ال a d minus ال b c اصلا مديها لي في الجيفن ب 5 هاخدهم مع بعض كده في براكت plus 2 d minus 2 c قال لي طب ما هو d minus c ب 7 يبقى 2d minus 2c ب 2 times 7 ب 14 يعني كان بالظبط سحبت 2 common factor هيتبقى d minus c ب 7 2 times 7 14 و 5 plus 14 equals 19 تمام وبكده الانسر بتاعتي 19 اوكي سؤال نمبر 16 بيقول لي الجنرال تيرم our general solution sorry of the equation tan 5x over tan 90 plus 4x طبعا يا جماعه 90 plus هتحول التان لايه لكوتان بس 90 plus في السكند كواد يبقى نيجاتيف كوتان 4x الكلام ده ايكوالز كام نيجاتيف 1 لما اعمل كروس مالتيبيليكيشن هيبقى tan 5x ايكوالز كوتان 4x معلش دي 5x tan 5x تمام ايوه ومن المفترض من الترم الاول كنا واخدين رول بتقول لو انا عندي tan equal cotan يعني معنى كده السم بتاعهم equals 90 او اللي هي باي اوفر 2 طبعا انا عايز جنرال سولوشن يبقى اقول له باي اوفر 2 بلس ان باي لان احنا اتفقنا في حاله التان والكوتان بقول له بلس اي ان باي يبقى 9x equals باي اوفر 2 بلس ان باي هودي 9 بديفايدد يبقى باي اوفر 18 بلس ان باي اوفر 9 الحل ده موجود عندي؟ لا هو جايبه لي بالديجري قال لي خلاص حول لي بقى الديجري شيل 180 شيل باي وحط 180 هيبقى 10 بلس 20 ان اللي هو مالتيبل تشويس مين بي.
سؤال نمبر 17 بيقول لي if the determinant a sin x 0 0 1 a cosine x 0 sec x cotan x a tan x. بص ايه ده؟ قال لي دي الترانجلر جايه من الترانجلر ماتريكس. اللي انا اقدر اطلع الانسر بتاعت الديترمنت على طول بعينيا اللي هي the product of the main diagonal. تمام؟ ايوه بالظبط كده. يلا بينا. a sin x 0 0 1 a cosine x 0 sec x cotan x a tan x. طبعا دي triangular matrix او يعني دي determinant of the triangular matrix. تمام. طبعا الكلام ده equal negative a power 3 cotan power 2 x plus 8. هو عايز ال value of a. هجيب ال product of the main diagonal اللي هو a sin x في a cosine x في a tan x. الكلام ده هساويه بمين؟ ب negative a power 3 cosine to the power 2 x plus 8. a sin x في a cosine x في a tan x equals negative 3 negative a power 3 cosine power 2 x plus 8. يلا a times a times a هفك بس التاني الاول هيبقى a sin x في a cosine x في a sin x over cosine x. يعني فكيت التان sin x over cosine x. الكلام ده equals negative a to the power 3 cosine to the power 2x plus 8. cosine cancel cosine. هيبقى عندي a times a times a a power 3 sin x times sin x sin to the power 2x equals negative a to the power 3 cosine to the power 2x plus 8. هاخد ال negative a to the power 3 cosine power 2x هوديها بالpositive. يبقى a to the power 3 sin squared x plus a to the power 3 cosine squared x equals 8. هاخد a to the power 3 as a common factor هيتبقى sin to the power 2x plus cosine to the power 2x اللي هي ب 1. يبقى a to the power 3 equals 8. يبقى a equal cubic root of 8 اللي هي كام؟ 2. يبقى ال a بكام؟ ب 2. زي الفل. يبقى انا جبت ال value of a طلعت ب 2. السؤال اللي بعده 2x plus this matrix equals 0. طبعا هاخد الماتريكس اوديها هناك بالماينس هيتقلب الساينس بتاعتها كلها هيبقى 2 و2 ونيجاتيف 4 و0. بعد كده هودي ال2 هناك بتايمز 1 اوفر 2 هيبقى الماتريكس ايه عباره عن 1 و1 ونيجاتيف 2 و0. طبعا دي سهله جدا 1 1 نيجاتيف 2 و0 اللي هي المالتيبل تشويس مين دي. زي الفل. سؤال نمبر 19 لسه كنت بقول لحضرتك برضو على البارل والبربنديكولر. طبعا هنا الانسر هنا طبعا فيكتور A بربنديكولر تو فيكتور B. فيكتور A عباره عن K و2. فيكتور B عباره عن 2i minus j اللي هي 2 negative 1 يعني. يلا بينا. فاقول له ان 2 over k 2 over k times negative 1 over 2 equals negative 1. ده في حاله البربنديكولر. هاخد بقى negative half دي اوديها هناك بالديفايد. يبقى 2 over k equals 2 over 1 على طول بالكروس او بالكومبير يبقى k ب 1 وشكرا. Number 20. If this determinant times this matrix plus I equals this matrix transpose. هفك ال determinant دي هيبقى ال answer بتاعتها ب negative 1. 3 times 0 minus 1 times 1 ب negative 1. يبقى negative 1 times المتريكس matrix اللي هي x و 2y و 0 z. plus ال identity I اللي هي هتبقى 1 و 0 0 1. الكلام ده equals الترانسبوز بتاع الماتريكس دي. يعني هاخد الرو هكتبه كولم 3 و 0 و 1 و 2. لما ادخل النيجاتيف 1 هنا هيبقى نيجاتيف اكس نيجاتيف 2 واي 0 ونيجاتيف زد. هاخد بلس الايدنتيتي اوديها هناك بالماينس هيديني 3 و 1 و 0 و 2 ماينس 1 و 0 0 1. 3 و 1 و 0 و 2 ماينس 1 و 0 0 1. زي الفل. يلا بينا طلع لي الانسر. هيبقى 3 minus 1 2 1 minus 0 1 0 minus 0 0 2 minus 1 equals 1. وهنا negative x negative 2y 0 و negative z.
اعمل بقى الكومبير بطريقه سامبل جدا، هطلع ان الاكس ايكوالز نيجاتيف 2 والواي ايكوالز نيجاتيف هاف 2y equals 1 يعني y equals negative half و negative z equals 1 يعني z بنيجاتيف 1 negative z equals 1 يعني z equals negative 1. طبعا لما اعمل x times y times z هيطلع الانسر بتاعتي بكام؟ بنيجاتيف 1. زي الفل. سؤال نمبر 21 بيقول لي if the point B اللي هي 0 و 3 وال point C اللي هي 3 و 0 and A lies at the third distance of BC. حلو قوي السؤال ده. Find the coordinates of A. يعني انا عندي point B و point C و A موجوده on one third the distance from B to C. يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ يعني ايه one third the distance between B and C؟ قال لي يعني ال A الريشيو ما بينها وما بين ال B يعني A B A to A C equals 1 to 2. تقول لي ما هو قال لي 1 to 3، هقول لك لما يقول لك ان ال A موجوده 1 third the distance from B to C يعني معنى كده ان ال A ال A 1 third معناها ان من B ل A 1 ومن B ل C هي التوتال اللي هي الثيرد. فاهمين قصدي ايه؟ يعني لما يجي يقول لي مثلا the point A lies on one fourth the distance between B and C. يعني معنى كده من B ل A1 ومن B ل C احنا قلنا one fourth، يبقى من B ل C كام؟ 3. بحيث ان هو يطلع لي التوتال في الاخر 4. تمام؟ فخلي بالك من التريك دي. لما يقول لي one third one third يعني التوتال في الدينومينيتور، التوتال بتاع التوتال بتاع السيجمنت ما بين البي والسي، يعني التوتال ديستنس ما بين البي والسي هي اللي ثيرد. تمام؟ يبقى دي كلها 3، يبقى من A ل C equals 2. خلاص بقت مسألة سهلة بقى. R1 R2 M2 M1 I want to find A، يبقى R equals M1 R1 plus M2 R2 over M1 plus M2. تمام؟ واعمل دايركت سبستيشن يطلع على طول 1 وكام؟ 1 و2. سؤال نمبر 22 ده اتكلمنا فيه كتير جدا. تمام؟ قلت لك حتى بالاماره قلت لك ركز. لو الكي جوه النورم الانسر تطلع بوزيتيف نيجاتيف، لو الكي بره النورم الانسر بتاعتي هتطلع ايه؟ يا بوزيتيف يا نيجاتيف على حسب. تمام كده؟ طيب الكي جوه النورم قال لك وانت مغمض بوزيتيف نيجاتيف. الله، ده معنى كده ان الانسر موجوده من غير ما افكر اهي. بس تعالى نحلها بستبس يلا. هيبقى 2k equals طبعا negative 2 تطلع من بره النورم 2، يبقى الk equals 1. لا، الk هتبقى positive or negative 1 لان الk already هي موجوده جوه الايه؟ النورم. طب لو k بره النورم يبقى الانسر بتاعتي كام؟ 1.23، سؤال بسيط جدا. ab vector plus bc vector plus cd vector. طبعا ab vector plus bc vector equals ac vector. طب لما اعمل AC plus CD يديني AD vector. اهو AB plus BC equals AC و AC plus CD equals AD. Number 24. The ratio in which X axis divides the directed line segments BA. لما X axis بيديفايد اللاين قلنا ريمارك قبل كده في الشرح. X axis we divide the line يبقى M1 Y1 plus M2 Y2 equals 0. يبقى sense ان X axis divides BA يبقى M1 Y1 plus M2 Y2 equals to 0. طيب واحدة واحدة، مين Y1 ومين Y2؟ قال لي هو مين اللاين سيجمنت عندك؟ قال لي BA. يبقى ال B ده هو R1 وال A هي مين؟ R2. يبقى ال y1 هتجيبها من ال b وال y2 هتجيبها من ال a، يعني ال y1 هي ال y بتاعت b وال y2 هي ال y بتاعت a. يبقى هقول m1 m1 في 6 plus m2 في 2 equals 0. يبقى 6m1 plus 2m2 equals to 0. تمام؟ يبقى 2m2 equals 6m1. هودي هناك بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 6m1
يبقى M2 على M1 equals negative 6 على 2 اللي هي negative 3. يعني معنى كده ان الديفيجن هنا هيبقى externally تمام by the ratio 3 to 1 اللي هي 3 over 1. طبعا النيجاتيف دي معناها ان الديفيجن نوعه ايه؟ internally. طبعا لو positive يبقى internally، لو negative يبقى externally تمام. يبقى الديفيجن هنا equal 3 to 1. فنمبر 25 A equals 4 و 0 و 3 و negative 4 then A to the power 60 equals كام؟ طيب الراجل قال لي فكر شوية كده. أنا طبعا مش هقعد أعمل A power 60. لما جاب لي حاجة بالمنظر ده كده أول حاجة تعملها تعمل A power 2، يعني تعمل A times A. بمعنى أول حاجة تعالى بس نعمل A times A الأول، هنشوف الأنسر هتطلع كام. 4 و0 و3 و-4 تايمز 4 و0 و3 و-4 طبعا هاخد الرو تايمز الكولم الاول مره وتايمز الكولم الثاني مره. 4 تايمز 4 16، 0 تايمز 3 0 يبقى 16 بلس 0. يلا بينا الرو تايمز السكند كولم هيبقى 0 بلس 0. بعد كده هاخد السكند رو في الفيرست كولم هيبقى 12 ماينس 12، بعد كده 0 بلس 16 هيبقى الانسر بتاعتي عباره عن 16 و0 و0 16. طيب يبقى ال a to the power 2 هاخد ال 16 as a common factor هيتبقى 1 و 0 و 0 و 1 اللي هي ال identity. قال لي طيب واحدة واحدة، هي مش 16 دي اللي هي 2 power 4؟ اه بالظبط كده. طب هي هو الراجل عايز ايه؟ قال لي عايز a power 60. طب ما هو ال a power 60 عبارة عن ال a power 2 all to the power 30. قال لي يعني انت لو اخدت الاي باور 2 رفعت لي الليفت هاند سايد باور 30 والرايت هاند سايد باور 30، بص اللي هيحصل ايه؟ هيبقى 2 تو ذا باور 4 في الايدنتيتي اول تو ذا باور 30. يبقى دي هيديني 8 تو ذا باور 60 ايكوالز 2 تو ذا باور 120 في الايدنتيتي اللي هي 1001. يبقى مالتيبل تشويز اللي انا عايزه هو دي. اوكي بعد كده في نمبر 26 A, B, C, D is a trapezium. A, D plus B, C equals K, Y, X. A, D plus B, C equals K, Y, X. طيب انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز الفاليو بتاعت K. اما الراجل قال لي تعالى بالراحة نرسم بس الاول الاكس هنا ميد بوينت زي ما هو قايل في الرسمه، والواي ميد بوينت اوف دي سي. اوكي اي بي سي دي. قال لي طيب انا هعمل كونستراكشن اوصل الاكس دي والاكس سي. جميل. وبعدين قال لي براحه بقى هو الاي دي ده الاي دي في الترينجل اي دي اكس عبارة عن ايه؟ تعالى بقى براحة كده step by step. يلا هقول له ال AD plus ال BC equals KYX. تعالى نشوف اصلا ال AD ده عبارة عن ايه؟ قال لي ال AD ده عبارة عن AX plus XD. ال AD ده عبارة عن AX plus XD. طب وال BC ده عبارة عن ايه؟ bx plus xc. bx plus xa xc الكلام ده equals kyx. طيب بس في حاجة ال ax وال bx equal in magnitude in opposite direction، يعني معنى كده الصم بتاعهم بزيرو. ال ax equal ال xb، يعني معنى كده ان ال ax equals negative vx، يعني الصم بتاعهم بكام؟ بزيرو. جميل. يعني هضيع ده مع ده هيبقى xd plus xc. الله. طب ما هو انا عندي الترينجل cxd تمام cxd الxy ده ميديان، يبقى الxc plus الxd equal double الxy in the triangle cxd
السي اكس او الاكس واي ده ميديان، يبقى السي سوري الاكس سي بلس الاكس دي اكس سي بلس اكس دي ايكوال دبل الاكس واي، دبل الاكس اي اكس واي. يبقى انا هقول له هنا دبل الاكس واي ايكوالز كي واي اكس، يبقى نيجاتيف 2 واي اكس بدلت اللترز وحطيت نيجاتيف ايكوالز كي واي اكس. على طول من هنا ان الكي بنيجاتيف 2 وبكده انا خلصت. في 27 واخر سؤال عندي، the velocity A equals 70E, the velocity B equals 20E, negative 20E. يبقى VAB، والله اللي انا اعرفه ان VAB equals VA minus VB. VAB equals VA minus VB. ده relative velocity. يعني 70 minus minus 20 equals 90E. تمام؟ equals 90E. وبكده انا جبت الانسر. ده كده اكزام من الاكزامز، اول اكزام احنا حليناه مع بعض. اي هوب ان الموضوع هيبقى ان شاء الله باذن الله، يعني اي هوب ان هو يبقى مفيد لحضرتك. حاولوا تذاكروا الكلام ده وتابع معايا ان شاء الله. هننزل اكزام 2 اكزام 3 على قد ما نقدر، هنقعد نحل امتحانات لحد امتحانكم. شدوا حيلكم وربنا معاكم وبالتوفيق ان شاء الله، ونشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.